نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الانتقال السياسي بالنسبة إلى دمشق هو الانتقال من دستور إلى آخر يصوت عليه الشعب. الأسد وفي حديث إلى وكالة سبوتنيك الروسية قال أن المرحلة الانتقالية لابد أن تستمر في ظل الدستور الحالي وأن يجري الانتقال إلى الدستور المقبل بعد أن يصوت عليه الشعب. الأسد أضاف أن صياغة الدستور قد تكون جاهزة خلال أسابيع، لكن ما هي العملية السياسية التي سنصل من خلالها لمناقشة الدستور؟ كما شدد الأسد على أن الحكومة الانتقالية ينبغي تأليفها من السلطة والمعارضة ومستقلين، ويجب أن تعمل وفق الدستور الحالي. وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون، أكد الأسد أن هذه اللحظة قد تكون الأفضل لتسريع الحرب ضد الإرهاب. الأسد جدد استعداد سوريا للتعاون مع جميع الجهود الصادقة والرامية إلى مكافحة الإرهاب. الأسد الذي قدر ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة باستعادة الجيش العربي السوري وحلفائه تدمر من داعش، دعا إلى بذل الجهود مع المنظمات والوكالات المعنية التابعة للمنظمة الدولية لتقديم الدعم إلى الحكومة السورية في عملية إعادة ترميم مدينة تدمر الأثرية. أكدت المستشارة السياسية والإعلامية لرئاسة السورية بثينة شعبان التزام الحكومة السورية إكمال المسار السياسي إلى جانب محاربة الإرهاب. شعبان وفي حديث للميادين قالت إن زيارة وزير الخارجية السورية وليد المعلم إلى الجزائر ليس فيها أي نوع من الوساطات لإعادة العلاقات السورية الفرنسية. كما أننا حررنا تدمر بعزيمة وإباء، نحن ماضون أيضا في الحل السياسي بعزيمة وإباء. المساران متماسكان منفصلان إلى حد ما ومتكاملان إلى حد آخر. لم تألو حكومة الجمهورية العربية السورية جهدا منذ أول هذه الأزمة من أن تكون مقدامة من أجل الحل السياسي، ولكن الحل السياسي الذي يضمن حرية الموقف والرأي والاستقلال والسيادة كما يريده شعبنا، لا كما يتوهم أو يرغب به الآخرون. شعبان دعت إلى إعادة البوصلة العربية الصحيحة نحو فلسطين وإلى العمل على تحرير الأرض لا إحياء يوم الأرض فقط. شعبان وفي مداخلة لها مع الميادين خلال احتفالية لمناسبة يوم الأرض في دمشق أكدت أن ما يحدث في العالم العربي يبعد القضية الفلسطينية عن الواجهة. أنا أعتقد كان هذا هو هدف أساسي لهذا الجحيم العربي الذي أسموه الربيع العربي، وهو أن تستبعد الأنظار عن البوصلة الحقيقية للأمة العربية والتي هي الصراع العربي الإسرائيلي. ولذلك نحن نرى أنه بعد هذه الأحداث التي شهدتها منطقتنا من العراق إلى ليبيا إلى سوريا إلى اليمن، أنه تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ونحن نرى الإعدامات اليومية التي يقوم بها العدو الصهيوني لشبابنا وشاباتنا في فلسطين دون أن يحرك العرب ساكنا. كما شددت شعبان على أن سوريا غير معنية بتغيير حركة حماس موقفها من مجريات الأحداث السورية، مضيفة أن الحركة أثبتت أن لديها انتماءات غير انتماءات المقاومة. نحن الحقيقة لسنا معنيين أن تغير حماس موقفها أو لا تغير موقفها، لأن هذا الموقف الذي اتخذته أظهر أن لديها انتماءات أخرى غير انتماء المقاومة، وأنها راهنت على أن هذه الانتماءات هي أهم من انتماء المقاومة. ولذلك نحن نراهن على شعب فلسطين وعلى كل المنظمات وعلى الشعب العربي. وتنضم إلينا من ساحة الأمويين في دمشق مديرة مكتب الميادين ديما نصيف. أهلا بك ديما، أتوقف معك عند تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد، أطلق جملة من المواقف، هل بعض هذه المواقف يتناقض مع ما جاء في بيان جنيف، ولماذا أطلق الرئيس السوري هذه المواقف؟
في الحقيقة وفا يعني يمكننا اعتبار هذه التصريحات أو المواقف التي أطلقها الرئيس الأسد في حديثه لوكالة نوفوستي أو سبوتنيك الروسية هي أشبه ما تكون لتصور دمشق لي أو الرد دمشق على ورقة العمل التي طرحها ديمستورا أو ورقة الرؤية المشتركة للعملية السياسية والتي جاء بها وفد الحكومة السورية من جنيف ليناقشها هنا في دمشق. تبدو تصريحات الأسد اليوم وكأنها هي الرد على هذه الورقة وعلى العملية السياسية بشكل عام كما تراها دمشق. يعني هذه أول مرة توضح دمشق رؤيتها للعملية السياسية بتحديد يعني بتحديد واضح لهذه العملية ومع تحديد جدول زمني لها. يعني عندما يتحدث الرئيس الأسد بأن العملية السياسية أو العملية الانتقالية بالنسبة لدمشق هي انتقال أو هي تغيير دستوري فقط، هي انتقال من دستور إلى آخر، هذا كلام واضح أول مرة تتحدث به دمشق بأن العملية الانتقالية بالنسبة لها هي فقط تغيير دستوري. أيضا عندما تحدث عن أن الحكومة المقبلة هي ستضم أطراف من المعارضة والحكومة وأيضا مستقلين، هذه أيضا رؤية لكيفية الحكومة الموسعة التي تطرحها دمشق أو الحكومة الوطنية التي يعني بغض النظر عن تسميتها، لكن هي رؤية دمشق بكل الأحوال للحكومة الانتقالية أو عفوا للحكومة المقبلة التي كما قال الأسد ستكون بموجب الدستور الحالي، أي أننا للمرة الأولى نتحدث عن عملية سياسية بهذا الوضوح بهذا التحديد ومع أجندة زمنية أو بتحديد مواعيد زمنية، حتى عندما تحدث عن أن الدستور قابل للتغيير خلال أسابيع، لكن ما هي العملية السياسية التي ستنتج هذا الدستور؟ هذا أيضا تحديد زمني بأن عملية تغيير الدستور، رغم أن الدستور الذي يعمل به حاليا وفى قد تم تغييره بعد حدوث الأزمة السورية وتم إلغاء الكثير من المواد الإشكالية التي كانت في الدستور القديم، لسيما إلغاء المادة 8 من الدستور التي كانت تحدد حزب البعث كحزب قائد وحاكم للدولة والمجتمع وغيره من المواد الأخرى، لكن مع ذلك ليس هناك من موانع يبدو لدى دمشق من أن يتم تغيير الدستور، لكن يعني تشكيل الحكومة الموسعة التي ربما ستكون نتيجة أو إحدى نتائج العملية السياسية أو مسار جنيف ستكون بموجب الدستور الحالي. طبعا لا ننسى يعني بطبيعة الأحوال وفا بأن تصريحات الأسد أيضا اليوم هي مدعومة أو مشفوعة بالتقدم الميداني المهم جدا على الأرض للجيش السوري، خاصة بعد انتصار تدمر وما غيره هذا الانتصار من معادلات ميدانية مهمة جدا. اليوم نحن نتحدث عن مواجهة كبرى كانت بين الجيش السوري وحلفائه مع داعش، وأثبتت حتى باعتراف خصوم الجيش السوري أو خصوم الدولة السورية بأن الجيش وحلفائه قادرين على مواجهة هذا التنظيم وبسرعة كبيرة وبانتصار ساحق وفي أكبر المواجهات على الإطلاق التي تحدث ليس فقط في الأرض السورية ربما أيضا في الأرض العراقية. هذه كلها أمور تجعل من تصريحات الأسد اليوم تصورا واضحا جوابا واضحا من دمشق ربما لكيفية العملية السياسية، ربما لا يناقض كثيرا بيان فيينا لكنه يوضح على الأقل رؤية دمشق للعملية السياسية. ونحن نتحدث طبعا عن هذه التصريحات قبل استحقاق دستوري تقوم به دمشق وقبل أيضا جولة جديدة من المفاوضات التي يفترض أن تنطلق في 11 من نيسان المقبل. نعم كل الشكر لك ديما نصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق على هذه المعلومات. انتخابيا تستعد سوريا للانتخابات التشريعية المقررة في 13 من نيسان أبريل المقبل. حزب البعث والأحزاب المتحالفة معه أعلنت قائمتها الانتخابية. قائمة الوحدة الوطنية تضم 182 اسما فيما ترك 68 مقعدا مفتوحا. البعث اختار قائمته وفقا لمعايير دقيقة كما يقول قادته. الوحدة الوطنية عنوان اختاره البعث لقائمة مرشحيه وحلفائه إلى الانتخابات. 165 بعثيا و17 من الأحزاب الحليفة، قائمة قال قياديوه إنها اعتمدت معايير صارمة في ظل صراع سياسي لا يقل خطورة عن الصراع الميداني. نحن اليوم أمام أزمة، نريد برلماني فاعل في البرلمان وفاعل في الوسط الذي هو فيه في إطار مصالحات اجتماعية في إطار حسابات سياسية نتيجة ظروف الأزمة، أيضا النزاهة وسمعة الجيدة. الأمر الآخر أيضا من لديه يعني سمعة جيدة في البرلمان الماضي من كان له أداء مميز أخذنا في الاعتبار أيضا هذه المسألة.
لكن إعلان تلك القوائم لا يعني أنها محصنة من أي خروقات، فرغم نجاح جميع قوائم الجبهة الوطنية التقدمية كما كانت تسمى في الانتخابات السابقة، تبقى المنافسة اليوم بحسب قيادات البعث مفتوحة أمام الجميع. إذا لائحة الوحدة الوطنية هي لكي تعوض هذا الشيء الحاصل، وبالتالي يتقدم برلمان يمثل الطيف السوري بتعدده بتناغمه أيضا بتوزعه الجغرافي، وطبعا يبقى بالنتيجة الناخب هو الأساس. في المقابل تنتقد أحزاب أخرى استمرار العمل بالعقلية الانتخابية السابقة، ويضيفون أن التنافس عمليا محصور بالأسماء المتبقية التي تركتها قائمة الوحدة الوطنية شاغرة. عندما تغلق القوائم في محافظات وعندما تطلق أيضا قوائم باسم جبهة الوحدة الوطنية في الداخل، هذا كلام يؤكد على أن استمرارية العمل السياسي في الآلية السابقة هي مستمرة حتى أكثر شدة من غيرها من السابق. مقابل قائمة الوحدة الوطنية سجلت تحالفات بين مستقلين، ولا سيما بين رجال الأعمال في دمشق وحلب، فيما يحاول سياسيون وأكاديميون الحصول على حصتهم ضمن المجلس. استنفار البعث وحلفائه للحصول على حصتهم في مجلس الشعب القادم يستند إلى أهمية المرحلة السياسية المقبلة المفتوحة باتجاه حل سياسي يجري العمل على إنضاجه بدعم دولي متزايد. محمد الخضر، دمشق، الميادين. وينضم إلينا من حلب مراسل الميادين رضا الباشا، كما ينضم إلينا من طرطوس صحفي مجد ليلى. أبدأ منك رضا، يعني انطلقت الحملات الانتخابية رسميا يوم أمس، ماذا لديك من معلومات بشأن عدد المرشحين، القوائم، كيف توزعت هذه القوائم في حلب؟ نعم، وفعلا الحملات الانتخابية في مدينة حلب لا توحي بأن هذه المدينة تعيش أزمة أو تعيش حرب. لعل الحملات الانتخابية التي تشهدها هذه المحافظة وتحديدا مدينة حلب هي حملة كثيفة جدا، ضخمة جدا، لم تشهدها لربما هذه المدينة حتى في الفترات التي سبقت الأزمة السورية وفي الانتخابات السابقة التي سبقت عام 2011. تقريبا شوارع مدينة حلب مليئة بشكل كامل بصور للمرشحين، بأسماء للقوائم الانتخابية. إلى الآن هناك ثلاث قوائم انتخابية، القائمة الأولى هي قائمة الوحدة الوطنية التي تمثل حزب البعث والأحزاب الحليفة معه، وتقريبا تعتبر هي القائمة الأقوى بين القوائم المرشحة لمجلس الشعب. الجميع يعلم بأن حزب البعث هو الحزب الذي كان حاكما ويحكم البلاد تقريبا منذ سنوات سابقة، وهذا يعطيه قدرة على المنافسة في هذه الانتخابات، خاصة وأنه يعتبر الحزب الأقوى وصاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر في هذا البلد وفي حلب تحديدا. تقريبا يعتبر حزب البعث هو الحزب صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر، لذلك تعتبر القائمة التي يمثلها هي القائمة الأقوى بين القوائم التي تقدمت إلى الانتخابات التشريعية. إضافة إلى ذلك، إلى الآن تمكن المستقلون من التوحيد في قائمتين، قائمة تمثل رجال الأعمال في هذه المدينة، وقائمة أخرى تقريبا شكلت حالة من التحالف بين ممثلي الأرياف ورجال الأعمال إضافة إلى الطبقة العاملة في محافظة حلب. فعلا الانتخابات التشريعية تقريبا يمكن القول بأنها بدأت تأخذ طابعها بشكل فعلي وبشكل جدي في محافظة حلب، إلا أن هذا الأمر يضاف إليه أيضا انتقادات من قبل أحزاب أخرى لربما تعتبر أحزاب معارضة وأحزاب ترى بأن المنافسة بالنسبة لها تعتبر منافسة ضعيفة، لا يمكنها أن تنافس في ظل الأجواء الانتخابية الحالية نظرا لقدرة المنافسين الآخرين في التقدم إلى هذه الانتخابات التشريعية. إضافة إلى أن البعض في الشارع الحلبي أيضا ينتقد بعض الأسماء التي كانت تمثل مجلس الشعب السابق، وترى بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى وجوه جديدة، تحتاج إلى أشخاص جدد يمكنهم نقل أزمة حلب وإيصال صوت شارع حلب إلى العاصمة السورية وإلى طيب الحكومة والسلطة التنفيذية. طيب، اسمح لنا أن نشرك معنا زميل مجد ليلى. مجد، أنت معنا من ريف طرطوس وهذه المناطق النائية حقيقة يعني والبعيدة عن المدن، ما هي آمال أبناء ريف طرطوس وكيف توزعت القوائم وماذا عن يعني القوى المشاركة في الانتخابات؟
نعم وفق الحقيقة نحن الآن في أقصى الشرق من ريف طرطوس، شرق مدينة صافيطة في قرية حصن سليمان تحديدا. هذه القرية الريفية البسيطة والنائية في ريف مدينة طرطوس. طبعا ما يميز مدينة طرطوس عن بقية المدن السورية هو أن الريف الجبلي الواسع يغلب على السكن المدني وعلى المدينة، أي أن معظم سكان هذه المدينة هم من سكان الريف، ويشكلون 80% تقريبا من مجمل سكان طرطوس المدينة. طبعا القوى الانتخابية الكبرى اليوم في طرطوس تتركز في هذه القرى وفي محيطها الجبلي الواسع والقرى النائية البعيدة عن مركز مدينة طرطوس والبعيدة عن الشريط الساحلي. طبعا أمال المرشحين اليوم، أمال الناخبين اليوم من المرشحين تأمل في إعادة إنماء هذا الريف الواسع على الناحية من الناحية السياحية تحديدا، زيادة الاستثمارات السياحية والإضافة إلى النهوض بهذا الريف الواسع من ناحية المنشآت السياحية تحديدا، خصوصا أن مدينة طرطوس كانت بعيدة خلال سنوات الأزمة والحرب السورية الخمسة عن الاشتباكات القوية التي شهدتها المحافظات الأخرى، سوى بعض الإشكالات البسيطة التي بدأت في مدينة بانياس في بداية الأزمة السورية. اليوم أمال الناخبين من المرشحين في مدينة طرطوس تتركز على إنماء الريف الواسع للمدينة، الذي سيوفر فرص عمل عديدة لليد العاملة في طرطوس وريف طرطوس، فرص عمل جديدة للشباب وللخريجين الشباب من مدينة طرطوس. طبعا المرشحون اليوم يتركزون في قائمة أساسية هي الأقوى والأوفر حظا في مدينة طرطوس، وهي قائمة الوحدة الوطنية. هذه القائمة التي يترأسها حزب البعث العربي الاشتراكي، بالإضافة إلى العدد الكبير من المرشحين المستقلين الذي يغلب عليه فئة الشباب حقيقة، إضافة إلى العنصر النسائي البارز بين المرشحين في مدينة طرطوس والعنصر الشبابي أيضا البارز في مدينة طرطوس. طبعا القائمة الأوفر حظا اليوم في انتخابات أو على مستوى مدينة طرطوس تحديدا هي قائمة الوحدة الوطنية، خصوصا أن حزب البعث عمل خلال سنوات طويلة على إنماء هذا الريف والمحاولة من تحسين مستوى المعيشة وتحسين الخدمات وتحسين قرى ريف طرطوس بشكل كبير، لذلك هو الأوفر حظا بقائمته اليوم في نتائج انتخابات مجلس الشعب. نعم وفاء. نعم أنا أشكرك كل الشكر مجد ليلى، كنت معنا من ريف طرطوس، وشكر موصول لك رضا الباشا، كنت معنا من حلب. ميدانيا في سوريا، استهدفت المجموعات المسلحة في الساعات الماضية بلدتي الفوعة وكفرية في ريف إدلب الشمالي بعدد من القذائف المحلية الصنع في خرق جديد للهدنة، وقد شهدت البلدتان المحاصرتان خلال الأيام الماضية العديدة من الفعاليات الشعبية التي دعت الحكومة السورية إلى إيلاء البلدتين الاهتمام الأكبر، مشيرة إلى أن ما يصلها من مساعدات لا يسد جزءا يسيرا من حاجات المواطنين فيهما، و كاشفة عن وصول أدوية منتهية الصلاحية ضمن المساعدات السابقة. بثت قناة زفيزدا التلفزيونية الروسية مشاهد لمنظومة اسكندر أم الروسية للصواريخ الهجومية التكتيكية في قاعدة حميمين في اللاذقية، وظهرت المنظومة على خلفية إقلاع طائرة الشحن الروسية العملاقة N-124 روسلان من قاعدة حميميم. يذكر أن موسكو لم تعلن رسميا نشر منظومات اسكندر أم في سوريا، فيما نشرت هناك نسخة أخرى من منظومة اسكندر أم تسمى اسكندر إي ومعدة للتصدير. قال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك أن واشنطن غير مستعدة للتعاون العسكري مع موسكو في سوريا حاليا، بالرغم من أن روسيا تؤدي دورا بناء في ضمان سريان الهدنة هناك بحسب تعبيره. كوك أشار إلى أنه من الواضح أن المساعي العسكرية لروسيا تركز على محاربة تنظيم داعش، وأضاف أن الولايات المتحدة ترحب بهذا الأمر، وأكد كوك أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها في مكافحة التنظيم. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جنيف إلى تضامن دولي أكبر لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين، وذلك خلال افتتاح مؤتمر يسعى إلى إيجاد دول مضيفة. بان كي مون أوضح أن العالم يواجه أكبر أزمة لاجئين ونازحين خلال هذا العصر. من جهته أعلن مفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين أن الظروف المعيشية في الدول المجاورة لسوريا تزداد صعوبة، إذ يعيش نحو 90% من اللاجئين السوريين تحت عتبة الفقر.
وجه الرئيس بشار الأسد رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مقدرا فيها ترحيب السيد بان كي مون باستعادة الجيش العربي السوري وحلفاء سوريا لمدينة تدمر من أيدي إرهابيي داعش. ودعا الرئيس الأسد الأمين العام للأمم المتحدة إلى بذل الجهود مع المنظمات والوكالات المعنية التابعة للمنظمة الدولية لتقديم الدعم للحكومة السورية في عملية إعادة ترميم مدينة تدمر الأثرية التي تعد أيقونة حضارية مصنفة من قبل اليونسكو على قائمة التراث الحضاري الإنساني العالمي. كما أرسل الرئيس بشار الأسد رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نقلها وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم لاطلاع القيادة في الجزائر على المستجدات في سوريا ومن أجل الاستفادة من تجربة الجزائر في ميدان المصالحة والوئام المدنية. كما أكد الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع وكالتي ريا نوفوستي وسبوتنيك الروسيتين أن الجيش العربي السوري مصمم على تحرير كل منطقة في البلاد من الإرهابيين. سيد الرئيس، تحرير تدمر بدون شك خبر عالمي، وبرأيي لم يتم استيعابه بعد، ومن المهم أن ذلك قد حدث بعد أن سحب الجزء الرئيسي من القوات العسكرية الروسية من بلادكم. كيف حدث ذلك؟ وما هي المدن الأخرى التي تعتزمون التوجه إليها؟ لم يتم استيعاب هذا الخبر صحيح. البعض في العالم استوعبه ولكنه لا يريد أن يصدقه، واليوم بعد مرور يومين على تحرير مدينة تدمر عدد من الدول المفترض بأنها معنية بمكافحة الإرهاب أو جزء من التحالف الدولي الأمريكي لمكافحة الإرهاب حتى الآن لم تعلن موقف من تحرير تدمر. وأنا أريد أن أكون واضح بالدرجة الأولى، النظامين الفرنسي والبريطاني لم نسمع أي تعليق. هناك أسباب، أولا لأن احتلال تدمر من قبل الإرهابيين منذ أقل من عام كان الدليل على فشل التحالف وعلى عدم جدية التحالف في مكافحة الإرهاب وخاصة آيسيس أو داعش، وأيضا تحريرها كان هو الدليل الآخر على عدم جديتهم من خلال الدعم الروسي. كيف تمكننا من ذلك؟ بشكل مبسط، أولا لدينا الإرادة لتنظيف سوريا بشكل كامل من الإرهابيين، وهذا كلام غير قابل للنقاش، ولا يوجد خيارات لحماية سوريا إن لم نقم بمكافحة الإرهاب طبعا مع العملية السياسية، ولكن مكافحة الإرهاب أساسية. فإذا نحن نمتلك هذه الإرادة، الشعب السوري يمتلك هذه الإرادة، أيضا الجيش السوري مصمم على تحرير كل منطقة. بنفس الوقت دعم الأصدقاء، الدعم الروسي كان دعما أساسيا وفعالا للوصول لهذه النتيجة، دعم الأصدقاء أيضا من إيران كانوا أساسيين في هذه المعارك، بالإضافة لحزب الله من لبنان، وهناك أيضا مجموعات أخرى سورية تقاتل مع الجيش. طبعا بعد تحرير تدمر لابد أن نتحرك للمناطق المحيطة التي تؤدي إلى المناطق الشرقية كمدينة دير الزور، وبنفس الوقت بدء العمل باتجاه مدينة الرقة التي تشكل الآن المعقل الأساسي للإرهابي داعش. وحدات من الجيش العربي السوري تتصدى لمحاولات الإرهابيين التسلل إلى منطقة كفر صغير بريف حلب الشمالية. مراسلنا أحمد صادق وتفاصيله. نحن الآن بالريف الشمالي لمدينة حلب وتحديدا في قرية كفر صغير، كما حاولت المجموعات الإرهابية المسلحة تنظيم داعش التسلل تلك المنطقة ووصولا إلى المدينة الصناعية ومحاولة قطع طريق نبل والزهراء، ولكن رجال الله رجال الجيش العربي السوري كانوا لهم بالمرصاد وتم تكبيدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وعرف من القتلى أبو أنس الجزائري من تنظيم داعش الإرهابي.
كما تشاهدون بعدسة الإخبارية أول من رصد تلك العبوات الناسفة، وتحدث لنا ضباط الهندسة على شكل مسطرة، أيضا عبوات ناسفة على شكل مضادة للأفراد وعبوات خليط مادة السيفور. نحن حاليا متواجدين في منطقة كفر صغير في الجزء الشمالي من مدينة حلب باتجاه مدرسة المشاد والناصري وباب منة الشعير. من هنا حاولت المجموعات الإرهابية التسلل، لكن قوات الجيش العربي السوري دائما لهم بالمرصاد وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد، وأثناء سحابهم حاولوا زر العبوات الناسفة. معنوياتنا نار، نحن إلون وين ما راحوا بسوريا كلها. ما نزال برفقة رجال الله رجال الجيش العربي السوري الشمالي لمدينة حلب، كما تتابعون بعدسة الإخبارية السورية. الآن يقومون رجال الله رجال الجيش العربي السوري بملاحقة الإرهابيين تنظيم داعش الإرهابي. محاولات عديدة من قبل تنظيم داعش الإرهابي للوصول إلى تلك المنطقة، ولكنها باءت بالفشل. أحمد صادق للإخبارية السورية من ريف حلب الشمالي منطقة كفر صغير. رحبت وزارة الخارجية المصرية بتحرير مدينة تدمر من إرهابي تنظيم داعش الذي أكدت ممارساته بحق الآثار التاريخية على كراهيته وعداوته للتراث الإنساني بكل روافده الثقافية والحضارية. قال المتحدث باسم الوزارة المستشار أحمد أبو زيد في بيان إن مصر تنضم إلى العديد من دول العالم التي رحبت باستعادة مدينة تدمر الأثرية من قبضة تنظيم داعش الإرهابية، وذلك بعد أن استشعرت الخطر الذي يمثله هذا التنظيم وممارساته في سوريا والعراق والمنطقة عموما. فرق تفكيك الألغام الروسية تبدأ عملها مع نظيرتها السورية في تدمر، وموسكو تنتقد ازدواجية الدول الغربية في الترحيب بتحرير المدينة الأثرية من تنظيم داعش الإرهابية. يحيى كوسا. كشفت معركة تدمر المستور وبينت للعالم زيف المواقف الغربية أمام صدقية المواقف الروسية في محاربة الإرهاب. روسيا التي شارك طيرانها إلى جانب الجيش العربي السوري في تحرير تدمر أرسلت بناء على أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين فريقين لدعم جهود نظرائهم السوريين لتفكيك الألغام التي زرعها تنظيم داعش في المدينة قبل دحره عنها. وأكد مصدر عسكري أن عدد المهندسين والخبراء الروس المختصين بتفكيك الألغام سيبلغ 100 فرد. كان تنظيم داعش الإرهابي قائم بعمل وهو تفخيخ المنطقة كلها، تفخيخ المنطقة كلها بأسلاك تصل لعند البريد الأساسي هون، من أجل تفجيرها عندما يقوم البريد بالعودة إلى عمله من جديد، وتفجيرها بالأهالي وبالسكان وبالجنود. لم تكتفي موسكو بذلك، بل قدمت مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في مدينة تدمر، لكن الدول الغربية سارعت إلى تعطيل المشروع ورفضت إصدار بيان عن المجلس يرحب بهذا الإنجاز، ما يؤكد أن هذه الدول غير معنية بمكافحة الإرهاب، الأمر الذي أثار دهشة موسكو ودفع بها إلى التشكيك في مصداقية نوايا الدول الغربية فيما يتعلق بالحل السياسي المنشود في سوريا. سبق لنا وأن اعتبرنا أن تقاعس العواصم الغربية في الرد على تحرير تدمر مجرد ظاهرة عرضية، لكنه اتضح لنا اليوم بشكل لا لبس فيه أن هذا التقاعس جزء لا يتجزأ من موقف منهجي يتبناه الغرب. موسكو ومن خلال احتفائها بالإنجاز الكبير الذي تحقق باستعادة تدمر لؤلؤة البادية، ومن خلال مشروعها لطرح موضوع تدمر وإعادة ترميمها على منظمة اليونسكو ترسخ سياسة متزنة وصادقة، فيما يؤكد الغرب الذي اكتوى بتفجيرات داعش الدامية في بروكسل وباريس أنه غير قادر على تغيير وجهه وجلده الاستعماري المعتاد.
في ذكرى الأربعين ليوم الأرض الفلسطينية أقامت مؤسسة القدس سوريا اجتماعا ومؤتمرا صحفيا في فندق داماروس بدمشق، أكد المشاركون خلاله على أن سوريا ستبقى دائما وأبدا مع القضية الفلسطينية. حرية الفكر والإرادة والموقف هو شعار تبناه المشاركون في اجتماع مجلس أمناء مؤسسة القدس سوريا بمناسبة الذكرى 67 لنكبة فلسطين يوم الأرض، مؤكدين أن الصراع العربي الصهيوني يبقى جوهر الأحداث التي تجري حاليا في المنطقة. أود أن أحيي شعبنا الفلسطيني الصامد والبطل، وأحيي أولا وقبل كل شيء أرواح هؤلاء الشهداء الذين يسقطون على أرض فلسطين كما يسقطون على أرض تدمر وعلى أرض الرقة، فهم في معركة واحدة ومن أجل هدف واحد، وهو حرية واستقلال هذه البلدان. ولأني مؤمنة إيمانا مطلقا بأن هذا الشعب لن يسكت على ضيم، وأنه سوف يخوض معاركه إلى أن تتحقق حرية الاستقلال وحرية الإرادة وحرية الفكر وحرية الموقف. المشاركون شددوا خلال الاجتماع الذي أقيم في فندق الداماروس بدمشق على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لسوريا، ولا سيما بأن ما قام به الكيان الصهيوني الغاشم ضد الشعب الفلسطيني تكرره اليوم التنظيمات الإجرامية الإرهابية في سوريا والمنطقة عموما. انتصار الجيش العربي السوري وتحرير الأراضي السورية من دنس الإرهاب سوف يكون مقدمة لإعادة إطلاق عمل عربي مشترك يليق بهذه التضحيات ويليق بصنع مستقبل لهذه الأمة، مختلفا عما أرادت بعض الحكومات العربية التي تصب قراراتها في مصلحة العدو الصهيوني ولا تصب في مصلحة العرب والعروبة. المستقبل هو لكل المؤمنين بهذه الأرض، لكل المؤمنين بعروبتهم، لكل المؤمنين بأنفسهم وبسيادة بلدانهم. قضية واحدة ضد عدو واحد، ضد أهداف مشتركة بمناسبة تهدف لتدمير سوريا، تجزئة سوريا، تقسيم سوريا والنيل من فلسطين والنيل من إرادة الشعب السوري الداعم للقضية الفلسطينية. فنحن قضيتنا واحدة لأننا شعب واحد، نحن أصحاب أهداف واحدة، وأعدائنا يخططون لاستهدافنا كلنا مع بعضنا البعض، لأن نيل من سوريا هو نيل من فلسطين، واستهداف فلسطين ونيل هو استهداف لسوريا. يوم الأرض هو فرصة للعرب جميعا لكي يفهموا أن كل ما يحدث في المنطقة لا يمكن تفسيره إلا في سياق ارتباطه العضوي العميق بالصراع العربي الصهيوني. نحن الشعب الفلسطيني جذورنا في الأرض منذ آلاف السنين، فنحن بتصميم وبإرادة وبدعم الأشقاء العرب الذين لا زالوا قابضين على فلسطين مثل قبضهم على الجمرة مثل الشقيقة سوريا، هذا البلد طول ما هو قوي ومعافى وسالم وسليم نحن لدينا الثقة بأننا سنعود. الذكرى الأربعون ليوم الأرض الخالد يأتي اليوم بالتوازي مع انتفاضة القدس ضد كيان الاحتلال ومعركة سوريا ضد الإرهاب، تأكيدا على الوحدة بين الشعب العربي في سوريا وفلسطين وحق الشعوب في السيادة وتقرير المصير. في الضفة الغربية المحتلة أحيا الفلسطينيون يوم الأرض بمسيرة غاضبة أكدوا فيها على التمسك بأرضهم ورفض تهويد المقدسات. مراسلنا جريس عازر والتفاصيل. في أربعينية يوم الأرض وكما في كل عام يجدد الفلسطينيون حبهم لأرضهم التي تعمد ترابها بدماء شهدائها وتضحية أبنائها. هو أحد الأيام البارزة في التاريخ الفلسطيني بما يمثل من رمزية للاعتزاز القومي، إضراب تجاري ومسيرة شعبية إحياء لهذه الذكرى. الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وبوطنه وسيبقى كذلك، وأن إجراءات الاستيطان وانتهاك القانون الدولي لن تثنيه ولن تمس عزيمته في مواصلة النضال حتى دحر الاحتلال وكنس الاستيطان. هذه المسيرة التي خرج فيها الفلسطينيون صوب معتقل عوفر الاحتلالي تحمل في طياتها رسالة للاحتلال بأن هذه الأرض ستبقى فلسطينية وبأن الغرباء سيرحلون عنها وإن بعد حين.
نحن اليوم نؤكد على أنه لا سبيل أمام شعبنا إلا المقاومة في سبيل تحرير الأرض والإنسان الفلسطيني العربي المقام في فلسطين. ونحن عندما نقول فلسطين نقول كل فلسطين ولا نقول أي جزء من فلسطين. دروس معركة الأرض نستلهمها اليوم في وحدة الشعب الفلسطيني كله في هذه المعركة، في الانتفاضة الفلسطينية وتطويرها وتصعيدها كشرط رئيسي بيدنا لبناء معادلة سياسية جديدة تمكن من فرض قرارات الشرعية الدولية على إسرائيل بإنهاء الاحتلال والاستيطان. رغم الآلام والجراح التي تواكب هذه الذكرى من قتل وتشريد واعتداءات على المقدسات ومصادرة للأراضي، يصر الفلسطينيون على إحياء يوم الأرض، مثلما يؤكدون على عشقهم لأرضهم وحبهم لوطنهم. لأن فلسطين سيدة هذه الأرض ولأن ترابها يحفظ وطأة أقدام أهلها، فإنهم لن يبخلوا عليها بدمائهم وأرواحهم حتى وإن طال الزمان ومهما عظمت التضحيات. للإخبارية السورية جريس عزار، فلسطين المحتلة. في قطاع غزة زرع الفلسطينيون أشجار الزيتون في مزارع شرق القطاع متحدين سياسة الاحتلال في قلع الأشجار وتهويد الأرض. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا محمود عليان. في الذكرى 40 ليوم الأرض الخالد انطلقت فعاليات جماهيرية أكدت على ضرورة التمسك بالأرض الفلسطينية ومجابهة التهويد الإسرائيلي. تعود بهم الذاكرة إلى عام 1976 عندما انطلقت الشرارة بعد مصادرة الاحتلال ل 21 ألف دنم من أراضي الداخل المحتل. هذه الأرض هي لشعبنا ولأمتنا العربية والإسلامية، وأن هذه الأرض ستعود إن شاء الله بالجهاد والمقاومة، وهذا العدو سيرحل في يوم من الأيام عن هذه الأرض لأنه عدو لا شرعي وهذا الكيان لا حق له في الوجود. واليوم يزرع الفلسطينيون أشجار الزيتون في أراضيهم تأكيدا على حبهم للسلام وتمسكهم في ذات الوقت بحقهم المشروع على هذه الأرض. ما زال التوسع الاستيطاني وعصابات الاستيطان والجدار يبتلع الأراضي الفلسطينية، ما زال هذا الجرم حتى الآن مستمر ومتواصل من قبل حكومة الاحتلال. واجب علينا أن نقوم به بزراعة أشتال الزيتون، لأنه كل مرة في كل حين أنه جرفات الاحتلال بتهود هذه الأشجار ونحن نعيد زراعتها ونعيد وجودها في نفس المكان التي تم تجريفها. تستباح أراضي الفلسطينيين بالضفة بمصادرتها وإقامة مستوطنات عليها يحيطها جدار الفصل العنصري. أما في غزة فتجرف الأراضي الزراعية ويمنع دخولها على مسافات مختلفة. تشكل الأرض أحد أهم ثوابت الشعب الفلسطيني، فهي كانت الشرارة الأولى للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإليها خلد آلاف الشهداء دفاعا عنها. محمود عليان، الإخبارية السورية، قطاع غزة. يوم الأرض الفلسطيني مناسبة تعود إلى ما قبل 40 عاما، يوم أقدمت سلطات الاحتلال بمصادرة آلاف دنومات من أراضي فلسطينيين لبناء مستوطنات وتوسيع أخرى. علا أبو خضر، أهلا بكم. ذكرى يوم الأرض الفلسطيني رمز للتشبث بالأرض والهوية والوطن، وعنوان لرفض كل سياسات الكيان الصهيوني السعي إلى سلب الشعب الفلسطيني هويته الوطنية والقومية. هو يوم يحييه العالم أجمع والفلسطينيون بشكل خاص في 30 من آذار من كل عام، حيث جاء هذا اليوم بعد هبة الجماهير العربية في أراضي 48 عام 1976. حكومة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد تبنت في عام 1950 قانون العودة لتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة واستيعاب اللاجئين اليهود، كما سنت قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، والذي قام على نحو فعال بمصادرة الأراضي التابعة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم.
رافق قرار حكومة الاحتلال بمصادرة الأراضي إعلان حظر التجول على قرى سخنين، عرابة، دير حنة، طرعان، طمرة وكابول. فهبت الجماهير الفلسطينية معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن قامت سلطات الاحتلال بمصادرة آلاف الدنومات من الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة أو المشاع. وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات عنيفة، وقد جرت إضرابات تضامنية أيضا في وقت واحد تقريبا في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى اشتراك مخيمات الشتات. وكالعادة كان الرد الإسرائيلي عسكريا دمويا في الداخل، إذ اجتاحت قواته مدعومة بالدبابات والمجنزرات القرى الفلسطينية والبلدات العربية، وأخذت بإطلاق النار عشوائيا، فسقط الشهيد خير ياسين من قرية عرابة، تلاه استشهاد 5 فلسطينيين مع إصابة واعتقال المئات، فتمخض عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بيوم الأرض. منذ العام 1976 أصبح يوم الأرض يوما وطنيا في حياة الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، فهذه المناسبة تشهد تحركات شعبية فلسطينية عديدة تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه، وذلك رغم شراسة الهجمة الاستعمارية الإسرائيلية التي نالت من أرض أجداده والتي تحول جزء منها إلى جزر استيطانية كثيفة. الفلسطينيون يرون أن إحياء ذكرى يوم الأرض ليس مجرد سرد أحداث تاريخية، بل هو معركة جديدة في حرب متصلة، وذلك لاستعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة.